سؤال يقول السائل: نقل في بعض الجرائد المحلية عن أحد مسؤولي التربية والتعليم بأن أسباب الولاء والبراء من المناهج كان هذا بالاتفاق مع المشايخ والعلماء، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب وافتراء. المشايخ والعلماء ينكرون هذا الشيء، ينكرون هذا الشيء ويطالبون بإعادة الولاء والبراء، وإن شاء الله سيعاد إن شاء الله. أما أنه يقول أنه باتفاق العلماء، هذا كذاب. نعم.